بنكمل نحن سوا بالصفحة 5 من كتاب آيكي تشارش ما كتابه. وصلنا لعند التمرين الرابع. محمد تقرأ؟ أقرأ السؤال أشوف. أشهدك جملة لري إيش ليش تريلم إيش ليش تريلم؟ أشهدك جملة لري إيش ليش تريلم؟ خلونا نوصل الجمل الموجودة تحت. نعم. Bir kişi yolculuğa çıkıyor. Bir kişi yolculuğa çıkıyor. Şu yani bir kişi yolculuğa çıkıyor. Zehab fi rihla. Şahıs عم يطلع برحلة. Fi عندي bir kişi şahıs yolculuğa çıkıyor, طالع برحلة. Şu بقول له? بدي اقول له yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. طريقك مفتوح. مثل ما بقول له دربك أخضر. طريقك مفتوح olsun. يعني ميسرة. باختصار. Bir kişinin yakınlığı oluyor. Ölüyor. Yani. Bir kişinin yakını ölüyor. Yani şahıs mat hekinin yakını. عندك شخص قرايبه مات، شو بتقول له؟ المات ما اكيد ما بتقول له اللي مات الله يرحمه، بس عندك شخص قرايبه مات او من معارفه توفى. باشنز سا اولسون يعني بسلامة راسكم، ما هيك؟ ايه او عزم الله اجرك. ها ما بقول له قشمش اولسون؟ ايه لا بقول له باشنز سا اولسون، بقول كمان الله رحمة ايلسن الله يرحمه يعني كمان. نعم. Bir arkadaşınız bebeği oluyor. Oluyor, ölüyor. Oluyor isir. Ölüyor imut. Bir arkadaşınızın bebeği oluyor. واحد من رفقاتكم صار عنده bebek, عنده ولد. نعم. شو بتقول له؟ Allah başlasın. Allah bağışlasın. Bir mana Allah yahmi yani anne. Ey. Allah bağışlasın. اللي بعده bir arkadaşınız yeni bir araba alıyor. Bir arkadaşınız yeni bir araba alıyor. Şu yani? صديق اشترى سيارة. واحد من أصدقائكم أخذ سيارة. شو بقول له؟ بدي أقول له مثلا قولي قولي كلانن استخدموها بالهنا. قولي قولي منك قلمك. قلمك ضحك ما هيك؟ نعم. قلمك الضحك. قولي قولي كلانن يعني تستخدموها أنتوا مبسوطين يعني تستخدموها بالهنا. أي تخخها بالهنا. Bir kişi iş yapıyor. واحد عم يشتغل. شخص يعمل يعني ايه. شو بقول له؟ بدي اقول له كولاي جالسن. كولاي جالسن يعطيك العافية هون الله عليك. كولاي جالسن. هذا مصطلحات كتير بتمر معنا وأساسية بالشو اسمه. بالمجتمع يعني في تحت تندرج تحت اسم نزاكت. نزاكت هو أدب الحديث عندهم. أيوة. إيه لهيك قولي قولي كلان هيرلسي أوسون هيرلي أوسون الله باشلسن يورونوز أشك أوسون بول شانسلار اللي مرت معنا مبارح. كولاي جالسن الله باشلسن باشنز سا أوسون قشمش أوسون. كل هدول مصطلحات تستخدم. نعم. طيب عم يقول لي هون سؤال بسيط يعني نحن بهمنا نقرأ الجمل يعني حتى الجواب ما كثير مهم. عم يقول لي أشادكي ويارلار التحذيرات الموجودة في الأسفل نيريلاردا غوريورسونوز وين بتشوفوها؟ اقرأ أول تحذير لنشوف محمد. شوفير لا كونوش ماينز وين بتشوفها هيدا؟
بالأتوبوس. أتوبوستا. أتوبوستا. ما صح؟ نعم. بالأتوبيس. طيب غيره. تحت إيش جالرة دكون مايونيز. ها. إيش جالرة دكون مايونيز. لا تلمس الأشياء. وين بتشوف هيدا؟ مثلاً أكثر شيء بقول لك وين؟ بالمتحف. الأسلحة. بالمتحف. أي أسلحة؟ العالم وين بدها تشوف أسلحة؟ مو زيدة. مو زيدة. مو زيدة بالمتحف. مو زيدة. مو زيدة. ما مو زيدة. مو زيدة. مو زيدة. مو زيدة بالمتحف. مو زيدة متحف. مو زيدة في المتحف. طيب. هايفان هايفان لرا ييجيك. ييجيك. بيرمينيز. حيوان لرا ييجيك بيرمينيز. شو يعني؟ لا تعطي أكل للحيوانات. لا تعطي أكل للحيوانات. وين بتشوفها هيدا؟ الحديقة. حديقة الحيوانات ما صح؟ نعم. شو اسمها حديقة الحيوانات؟ حيوانات. حيوانات. باهتشي سيدي. باهتشي سيدي. باهتشي سيدي. باهتشي سي. لما بدي ضيف ده ضيف ني. باهتشي سيندا. حيوانات باهتشي سيندا. حديقة الحيوانات. ايوه. ها. دورت. دورت. يوكسيك. يوكسيك. سيسمو. يوكسيك سيسلي كونوش مايونيز. يوكسيك سيسلي كونوش مايونيز. شو يعني؟ لا تتكلم بصوت عالي. لا تحكوا بصوت عالي. وين بتلاقيها هيدا أكتر شيء؟ وين؟ وين؟ كتباني. كتباني. بالمكتبة. بالمكتبة. ها؟ كتباني. كتباني ده بالمكتبة. تمام. بعده ياش لار في هاميلي لار ي فيرينيز. ياشلولارا ve hamilelere yer veriniz. Der yaşlılar minin el yaşlılar. Ya ايش اسمه؟ كبار السن. كبار السن الخطاورة والحاملة. والحاملة يير فيرينيز. اعطوهم مكان. وين لازم تقوم وتعطي مكان للحامل والختيار؟ في المشفى. المشفى؟ ها؟ مو هيك؟ هلا غير بالمشفى؟ قدامك انت وين بتشوفك اليوم؟ اوتوبوس. مثلا بالترام ما هيك؟ بالاوتوبوس بالعربة بالسيارات وين ما كان؟ بغرف الانتظار بالترام. ترام واي في الكراسي لون ازرق. الكراسي لون ازرق بالترام هن للحامل وكبار السن. لون الاحمر للركاب العاديين. ايوه هذول ما بعرف اذا انتبهت عليهم. لونه احمر للركاب العاديين، لونه ازرق لكبار السن والحاملة. أقول ليش الأزرق أريح. هلأ بكل الأحوال نحن لازم نعطيه المكان دائما، يعني حتى لو كان الأحمر لازم نعطي المكان للكبار السن والحاملة. طيب عندي الشاضكي كروكية بكالون. خلينا نشوف الشكل اللي تحت. أويا شمدي ميلي ايتم مدولو A. Blokta. B. Sultan Ahmet tramvay yoluna çıkmak istiyor. Şuf. Hala hiye wen? Hiye mevcude bil asıl. Hiye juvel milli eğitim. Hone hiye. Hiye bhadel bina. Ma sah? Eyvah. Bediyle avul şey. Atla'yı minil bina. Tamam? Eyvah. Milli eğitim. Milli eğitimden çık. Ve... Sola dön ma sah? Eyvah. Çık. Ava şi milli eğitimden çık. Sola dön. Dön. Ba'da
Dost doğru av baba şöyle bam babı Ali caddesine kadar yürü. Yürü. Emşi lel cadde min lel cadde heydi. Tamam. Tamam. Cadde Ali. Tamam. Ha. Baden. هذا ما بعرفه هذا شو اسمه بس هذا بعرفه ما هيك هوچا تربه تربه ها جاددان من الجادة جاددان او جاددان تربدان همان لوين سولا sola git av dön. Bu kadar. Bes heyke. Milli eğitimden çıktın hon. Sola dön. Lütfet hane. Ha. Baden dekhlet cadde. Mal Baba Ali caddesi. Mehek. No. Minut cadde. Hada dik mahal ma ba'arfu. Lehek ma ba'der dil. Innu min and hada mekan lifi al yasar. Ma ba'der khabra. Lehek iltilla. من هون تطلعي بس هون ترام ترامواي يولو عم يقول لي بقدر انا خبره كمان من هون انه تمر بهذا الطريق بس هيك تعريف هلا اول ما بدا يعني بالحكي بالدل ها كيف بدي اقول بحط اسم الموقع لا هلا انت مثلا منين بدك تدل بدك تقول له لواحد جاي من عندك ما صح بتبلش من عنده هو وين بتقول له اطلع من عندك مثلا اطلع بالاتوبيس رقم كذا اركب بالشارع كذا لف على اليمين في ماركت كذا لف من بعده على اليسار فهمت أيوة. ها أيوة. يعني بدك تدل حدا مثلا انت بدك تدلني بدي اجي من اتك انت لعندك قلنا من اتك اطلع من اتك انت لعندك كيف بتدلني مثلا اتك دي اتك دي ها أتك أنت get your room بدك تقلي لألي أنت أنت عم تحكي معي عم تقلي تعال مثلا أول شيء اطلع على الشارع إذا بدك الأوتوبيس إذا بدك بالترام مثلا على الترام بتقلي روح اركب بالترام بعد ما تركب بالترام بتنزل بمحطة كذا من المحطة كذا من الطرف التحتاني أو من الطرف الفوقاني بتروح بتقطع للطرف الفوقاني في عندك مثلا ماركت اسمه كذا في عندك جامع اسمه كذا بتلف من عنده على اليمين على اليسار هيك بدك تدلني نعم ها مثل اذا عم تدلني بالعربي كيف تقدر تدلني كيف تقدر تدلني من اتاك انت ايه اتاك انت ترام باي جيديوروز بيز جيديوروز انت عم تقلي لالي جيديورسون ها جيديورسون او جيت امر فعل امر بتقلي مثلا ترامواي دورانا او ترامواي ستاسيونا جيت اتاكن ترامواي ستاسيونا جيت طبعا محطة ترامواي ايش يعني اصعد ها ترامواي بين ترامواي بين ايه بعدها انزل يعني وين انزل محطة عمر إفليري ها عمر إفليري استاسيوندا إن إيه انزل محطة عمر إفليري تمام انزلت بعده يصير بجهك الجامع بدك تقلي بك جامع خديجة ها orada ha üst tarafa geç. Av yolunun üst tarafına geç. Ta'at tarih ve tarafı fu'ani. Tamam? Tamam. Bada orada Hatice Camii görürsün. Bıçuf Hatice Camii. Tamam. Hatice Camii görürsün. Görürsün. Ha.
Aşkım Ha. 101 o. Ona git. Au, onun yönüne git. Anun yönüne Ona git. git. Au, camiye git. Tamam? Eyvah. Ha, caminin civarında, yani Hvalet Cami A101 marketi vardır. Eyvah. Ha. Evet. A101 marketi vardır. Fi market A101. Tamam. Market A101 forumet eli bada. Mesela bina bazı şu ismi. Bina Lebal mesela el A101. Ha. ay aşu yani Ha. A101 tam karşısında apartmanımız bulunuyor. Av apartmanımız var. Binana mübaşereten bal yani bu tarafı tani min A101 karşısında. Hadi kelimat mevcudin bil kelimat andak. Karşısında, önünde, arkasında, sağ, sol. Level A1 adole. Hadi bil abir. بالآبير طالما Bil بالآبير abir. لازم نحكي نحكي فيهم شوف Tamam. في عندي geç geç من عارفة ما صح geç مر يعني Evet. geçmek geç يمر في عندي git git يعني روح ما هيك Git. هذول بيستخدمون للدلالة هذول الكلمات مثلا önünde في عندي önünde önünde. Önünde Evet. iddam. Amam şagli. Önünde amam. Önünde. Fiyandi arka. Arka yani halef. Arka Halif. sında. Şagli. Arkasında. Mesela apartmanın arkasında. Caminin arkasında. Varal cemi. Varal apartman. Varal bina. Hege. Kapının arkasında var el bab, kapının önünde iddam el bab. Tamam? Tamam. Şuf, fiyandi kar şısında. Karşısında Karşısında. kbal. Bu tarafı tani yani. İntişare karşısında. Mesela ben oturuyorum, sen de karşımda. Karşımda oturuyorsun. İnti a'id ebali masah. Aşağı Ayo. şey. Ha, karşımda ebali, bu tarafı ebali yani. Muvacaha. Kubal. Bel bağlı. Karşısında. Hayır, karşısında. Fiyandi. Civarında. Civar. Civarında. Bil mücavir. Ma عندي هودي بلا بالمستوى الأول. Ma عندي عندك بس انه؟ يمين ويسار. لا يمين ويسار. ها عندك صا يمين إيه. صول يسار. يسار ها معناتها أخل. هن هون بالخريطة بكل الأحوال عم يعلموك بس إنه دوس دورو جيت إنه روح دغري لف يسار لف يمين بس إيه. إيه يعني إيه. تعليم بسيط ما أخرج إنه دل هذا شخص مزبوط على عنوانك في عندي صا صول دون دون التفت ما هيك أو اتجه إيه. دون وفوق وتحت يعني توتن. ها است استنده أست فوق استنده فوق شغله وألت. مثلا يولون استنده الطرف فوق عن الطريق يولون altında تحت الطريق altında نعم. هي اصلا است alt است فوق alt تحت است است تال alt هذول الكلمات بيستخدمون كثير اصلا بما انه ما موجود عندك مثل ما انتبهت انه بالابير ما اخذينه انتم فراح يمروا معنا بالآيكي اكيد 100% وصير راح يصير تعريف الطريقه عليك اسهل من هذا التعريف اللي حاطينه هنن من هذا الحكي يعني هنن مقيدينك بكم كلمه بس مشان تعرفهم كيف تروح هون التعريف هو اكبر من هيك انت حتى تقدر تروح على محل لازمك كلمات اكثر ما هيك نعم ايه هون بنكتفي بهيدي الصفحة بنتابع بعدين فيديو تاني وراح وقف تسجيل